إذن على وقع التطورات الأخيرة في الصراع الروسي الأوكراني، أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أن بلاده اتفقت مع روسيا على نشر قوة عمل عسكرية مشتركة ردا على ما وصفه بتفاقم التوتر على الحدود الغربية لروسيا. وأضاف لوكاشينكو أن الدولتين ستنشران مجموعة عسكرية إقليمية، موضحا أنهما بدأتا في جمع القوات قبل يومين وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء بيلاروسيا الحكومية. كما كشف الرئيس البيلاروسي عن تحذير وصله عبر قنوات غير رسمية من هجوم قريب قد يستهدف بلاده من الأراضي الأوكرانية. ووجه لوكاشينكو تحذيرا لنظيره الأوكراني من مغبة مسي أي شبر من أراضي بيلاروسيا على حد قوله. القيادة العسكرية والسياسية لحلف الناتو والعديد من الدول الأوروبية تدرس بالفعل بشكل علني خيارات عدوان محتمل ضد بلدنا، بما في ذلك شن ضربة نووية. أخبر رئيس أوكرانيا والمجانين الآخرين إذا كان أي منهم لا يزال موجوداً أن جسر القرم سيبدو لهم وكأنه نزهة في الحديقة إذا لمسوا متراً من أراضينا. في إطار ردود الفعل من موسكو بعد الهجمات، اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف أن عمليات القصف اليوم على أوكرانيا ليست إلا الحلقة الأولى على حد قوله. الحلقة الأولى تذكرنا بما قاله زيلينسكي قبل قليل راوية بأنه استلام أنظمة الدفاع الجوي من الولايات المتحدة الأولوية الأولى، الأولوية القصوى رقم واحد كما قال مدفيديف. أيضا كتب على صفحته على تيليجرام بعد اجتماع لمجلس الأمن الروسي أن الحلقة الأولى انتهت على أن تتبعها حلقات أخرى، وأضاف أن الهدف النهائي يجب أن يكون التفكيك الكامل للنظام السياسي في أوكرانيا. وبعدما تحدثنا عن خلافات بين الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف ووزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو، أعلن قاديروف أنه أصبح راضيا بشكل كلي عن وزارة الدفاع. كما وجه الرئيس الشيشاني كلامه للرئيس الأوكراني وقال له: لقد حذرناك يا زيلينسكي، روسيا لم تبدأ بعد، حسب ما كتب قاديروف على تطبيق تيليجرام. قبل ذلك أعلن الرئيس الشيشاني عن إرسال آلاف المقاتلين للمشاركة فيما تسميها روسيا العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.